عفاف شعير بتقول: خير اللهم اجعله خير، رأيت محمد بن سلمان داخل مطعم فيه ترابيزات بس وابنه وراه عمال يشتم في مصر، والملك حسين داخل ولما شفته بصيت وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أرملة ومسنة. ربنا يديك الصحة يا رب يا ست الكل. هي طبعا رؤية عامة لأن فيها هنا يعني الملك السعودي، وفي كمان عندنا بيشتم في مصر وحاجات زي كده. بصي، هو اللي انا شايفاه مش شايفاه حاجة صعبة ما بين الدول. هي طبعا الشتائم، احنا عارفين الشتائم بتبقى حاجات بتزعل وحاجات زي كده، لكن طالما ان هو داخل مطعم، اتمنى تكون الرؤية داخل مصر، لان حاجة زي كده بتدل ان في حاجات بتبقى فيها مشاركة بتحصل. الشتائم بقى ابنه اللي عمال يشتم، ده ملوش علاقة بالدولة نفسها، الابن بيخص دولة أخرى، في الرؤية دي يخص دولة أخرى، دولة تانية هتيجي على مصر، أو أشخاص، أفواه أشخاص من دول أخرى هيتكلموا على مصر، لأن في مشاركة واضحة جدا جدا عشان وجود الترابيزات واسم الملك حسين جاية من تحسين العلاقات بين الدول العربية، فاللي هتتاخد في الرجلين شوية في الكلام والقيل والقال فقط مصر. عشان كده انت قلتي حضرتك يا حاجة عفاف قالت في الرؤية، قالت بصت وقالت لا حول ولا قوة إلا بالله. الحوقلة نصرة، واضح ان حضرتك من مصر، فدي نصرة هتحصل في مصر وجذب علاقات طيبة داخل الوطن، والله أعلى وأعلم.